اخواني اخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم جيت نصور لكم اشغال التاريخ السريع الحضاري اللي كيربط الميناء بمدارات شارع الجيش الملكي. راه تقريبا الشطر الاول راه تقادى او كمله، باقي الشطر الثاني كما كتشوفوا هنا راه باقيين خدامين فيه في الجنابات، و حتى في التشوير ديالو، و حتى غتدار ليه ينكش اخرى او يعني غتدار ليه لاكوش، المهم طبقه اخرى ديال القدرون. من بعد غيكون تشوير كما داك المقطع اللي صورت لكم في واحد الفيديو قبل حدا شارع الجيش الملكي. وهنا شوفوا الام تبارك الله كيديروا كيحبسوا دوك مارين بيكالات، لان الاغلبيه ديالهم راه ما كيديروا لا كاسك لا اوراق لا حتى حاجه، راه عندهم الحق. وهذه هي المداره ديال ايسلان الجيش الملكي، راه كاينه شي شويه الفوق. هذا النجاح، الى بغيتي تمشي للنجاح هو واحد هزو بديباناج ما عرفت شنو دار، واش مبلاصي هنا هما عرفت شنو داير، فهمتي؟ لان هنا هاد البلاصه كاين داك التشجير بعد واحد القضيه كنحمدو عليها الله، راه ما بقاش داك الشجره العجيبه النخل في المدينه. دابا المسؤولين كيوريك بان المسؤولين راه كيسمعوا الناس، يعني كيسمعوا الهضره، يعني كيسمعوا الاقتراحات. حنا ملي كنهضروا كمواطنين ماشي ضد المسؤولين، غير هو كنعبروا على الاقتراحات ديالنا بدون تجريح، بدون يعني غير نقد من اجل النقد. كما قلت لكم هنا هاد البلاصه راه باقيين خدامين فيها، غتكون بحال ديك البلاصه اللي صورت لكم قبل. راه ممكن نحط لكم امتيت يعني واحد فيديو هنا باش تبان لكم. وهنا على اليسار راه كاين حي المحمدي، هنا راه وصلنا لبواركان ليراك، هنا راه باقي الاشغال يعني مستمرين فيها. هنا كلشي راه باقيين خدامين هنايا باش يتصيب هاد الجناب من داك الممر ديال المشاة، من الممر ديال البيكالات، رغم انه البيكالات ديما كنعاودها، البيكالات ما كيتمشوش بلاصتهم، كيتمشاو بلاص الطوموبيلات، حلفوا تيتعاندوا مع مالين الطوموبيلات. هادي واحد الخلاخرة ديال الحي المحمدي، ها هو دابا هذا، واش غضربو ولا شنو غادير ليه؟ جاي داخل ليك حدا الطوموبيل، فهمتي؟ باش ما يمشيش من اليمين ديالو. هذا هو النفق الاول ديال الحي المحمدي، وفين كاين الرومبان الكبير ديال الحي بطبيعه الحال. غنحاول نضرب شويه اليمين لان واحد التراكس خدامه هنا كتحفر، واللي بغى بطبيعه الحال يدخل في النفق هنا، اللي بغى يدخل ليراك خص يشد اليمين. حيت الا مشيتي انت دخلتي هنا الاغلبيه كيدخل هنا كيقلب يرجع، ما عندك باقي فين ترجع. نفق حتى هو تبارك الله، خص اكادير خصها انفاق بزاف بحال هادو، حتى فهمتي تكون انفاق بحال هادو، خص واحد بعدا في التسهيله، جهه التسهيله واحد في جهه التيكيوين. هاد التيكيوين بعدا راه ضروري من النفق ديالها، فهمتي؟ واخا تعطل الاشغال، شوف واحد المش ميت مسكين في او شي حاجه بحال هكاك ميته في الطريق، كتبان ليا بحال شي طوموبيل. ناري ناري شويه الله يضربو. هذا ملونسي هاد مول بي ام، وهو هذا راه عنده لافوت لانه خرج لهاد الطريق. مول بي ام تا هو ملونسي، ولكن الله يهدي. هنا تاني راه باقي خدامين، هذا راه قربنا للمداره ديال تيليلات، ما كنين غندخلو ان شاء الله. هنا كلشي كما قلت لكم، الممر ديال الراجلين، الممر ديال هذا ديال الدراجات الهوائية، وحتى الدراجات النارية بطبيعة الحال. كنفضل انا يتمشاو في ديك البلاصة. كاين هنا غيديروا ثلاثة د الخطوطة، هاد اللعبة اللي دايرين هنا راه ثلاثة د الخطوطة باش يحيد داك لومبوتياج. وكاين حتى الممر خص يتدار في أي تملول، هذا راه الجماعة ديال أي تملول خص تفكر فيه، والعملة ديال إنزكان ديال إنزكان أي تملول حتى هي خص يفكروا في هاد الشيء. الممر خص يتدار ويتدار واحد في إنزكان،
باش يحيد لومبوتياج. هذا ماكدونالدز راه قربنا ليه، ماكدونالدز ديال اكادير، وداك كيتيا راه حداه، تيرا كيبان لكم على اليسر. تبارك الله المدينة راه كتقاد، انتي المدينة خص غير شي شوية الصبر، انتي شوية الصبر وتا الناس يحافظوا ويعاونوا في المدينة ديالهم، من نظافة، من عناية، من المنابر الإعلامية تقوم بالدعاية ديالها المدينة، لأن حنا كنستاهلوا أكثر من هاد السياح اللي كاينين هنا. راه المدينة عندها ما يتدار، وتا المناطق السياحية نطلعوا فيهم، راه عندنا ما يتقال، ولكن كما قلت في فيديوهات اخرين راه التهلي ما كاينش والدعايه ما كايناش. راه باقي الاشغال هنايا، واللي كيوريك الاشغال باش تفهموا الاشغال هو هذا الخط الصفر، الخط الصفر اللي كاين في الكود هو ديال الاشغال، او كيكون بعض المرات في بعض المدن بحال الرباط بحال كازا كيكون فيهم الخط الصفر. انا ربما علاش ما نديروش حتى حنا الخط الصفر في الطرقان ديالنا، سيرتو تكون ديال المدينه، ما يعني راه عارف بان الصباغه الصفراء راه غاليه على البيضه، كيكون الكولور تماك وهذا، ولكن نفكروا نديروا هذا الشيء. غنتسناو هادو حتى يدوزو حتى كيسر الطريق. هنا راه كاين شي شويه ديال لومبوتياج لان الطريق مديفيا او مغيره ديال الاتجاه ديالها، لان باقي الاشغال، وكاين داك الرومبان حتى هو راه كيخرجوا دوك الشاحنات وكيخرجوا الناس من تماك، راه باقي كاين المشكل، يعني حتى هاد البلاصه راه خصها شي نفق، او ربما تكون غير طريق فوقيه بحال دوك القناطر اللي كتكون في امريكان وفي كندا، لما لا. وقيل احسن ندخل من هنا، ندخل من الشارع الرئيسي ديال الداخله. هذا ملونسي، هذا ما عرفت فين غادي، هذا مول الكواد غير جنبت ليه، فهمتي راه باقي كيطير تبارك الله. الدراري الله يهديهم، غندورو من اليمن، غندوزو من الكرة العربية بن مبارك، فهمتي عندنا الأعلام اللي كتغنينا على أننا نديرو أعلام ديال ناس أخرين، رغم أنه راه كنعرفو الظروف ديال جمال الدرة الله يرحمه، ولكن حتى حنا راه عندنا الأعلام ديالنا، نحاولو نديرهم في الشوارع ديالنا. هذا هو الشارع الرئيسي ديال بغيت نخليهم، ولكن ما كاينش الممر تماك. المشكل ثاني في عفوا في هذا الشيء ديال انك تخلي بنادم يدوز بارفوا ها انت راه ديما في الفيديوهات بعض المرات كتكون غادي كيجي شي واحد ما فهمتي ما كتوقفش ليه، ولكن ما فهمتي كتحافظ على السلامة ديالها. علاش؟ لأن شي واحد في اللور تابعك ومخلي بينك وبينه نص مترو، فهمتي؟ راه نورمالمون في القانون خصك تخلي مترو حتى المترو ونص، كيجي يعني غتوقف راه ضروري غيضربك. اللهم فهمتي، اللهم بعض المرات تسمح في الحق ديالك، رغم أنه أنا الراجلين ما كنحملش أنه يجي شي راجل وما نخليهش يدوز. ضروري خصك تعطيه على سباقية. إذا شكرا لكم إخواني أخواتي، وإلى اللقاء في فيديو لاحق بحول الله.